يلا نروح نشوف بقى الهدية اللي هيثم عرابي جابها لنا وبيقول لنا ألف مبروك على البرنامج، ونرجع نكمل بعد ما إن شاء الله إن شاء الله تعجب كل حضراتكم أو كل المشاهدين والمتابعين، اللي هتكون هدية كبيرة جدا جدا. تعالوا نشوف ونتابع ونرجع نكمل مع هيثم عرابي. Hey, item. Hello, my brother. I miss you, my bro. I miss you. I miss you. Say hello to Ma and all the fans who is watching. أهلا هيثم، وحشتني يا أخي العزيز. سلامي لعمر وسلامي لكل الجمهور اللي بيتفرج على الحلقة. مصر وحشتني، وحشني النادي الأهلي واللعيبة كمان. أحلى أيام قضيتها في كرة القدم كانت في الأهلي. وحشني جمهور الأهلي اللي كان بيتعامل معايا كملك. أنا داعم للأهلي وأتابع مباراته بشكل مستمر. أتمنى للفريق التوفيق ضد سان داونز. أتمنى أنهم يكسبوا أفريقيا. أنا ما كنتش عايز أحترف في الصين، بس أنا متفهم إن كرة القدم صناعة والعرض كان كبير. And win more trophy with Al Ahly and make history, but alhamdulillah for everything. كان نفسي أكمل في الأهلي وأكسب بطولات وأعمل تاريخ، لكن الحمد لله على كل شيء. إن شاء الله I will visit. هزور مصر قريب وهزور النادي الأهلي. نتقابل قريب جدا يا صديقي. See you soon. شكرا جدا. Thank you. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني مفاجأة غير متوقعة بالمرة، مفاجأة أنا أعتقد إن إحنا يعني هنا في البرنامج حبيناها جدا جدا وشكرنا عليها هيثم كتير جدا. واكيد كل جمهور اللي بيشجع الاهلي يعني سمع وشاف واحد من الناس اللي كان هيثم بيقول عليها ان هي شربت من النادي الاهلي وعندها انتماء وولاء في وقت صغير جدا. لكن اكتر واحد بقى هيكلمنا عن الفيديو والكواليس هو هيثم. ايه اللي حصل؟ بعت له قلت له ايه؟ قلت له بص، هو عنده كان عنده ماتش امبارح كسبه 5-1. هو بيلعب في ناشونال ماديرا دلوقتي في البرتغال. فقلت له بص، انا طالع في برنامج، وحتى هو لو انت لاحظت قال هاي عمر وكده، فانا فهمت قلت له الوزير كذا وصديقه مش عارف واهلاوي ينفع اقول ان انت اهلاوي والناس كلها عارفه ان انت اهلاوي. وقلت له انا كل اللي طالبه منك حاجه من الاثنين، يا اما تخش معانا على التليفون يا اما تعمل لي فيديو وانا مش قول اللي نفسك فيه. الجمهور اصلا بيحبك، وهو انت كده كده كل شهر بيتقال ان انت راجع الاهلي، فيعني ما جاتش من فيديو يعني، واخد بالك؟ مش مهم. وكده كده انا عارف اللي هيتقال دلوقتي ان هيثم عايز يا جماعه الراجل لسه ماضي عقد جديد، ويا جماعه الراجل مفيش امل ان هو مثلا يجي مصر. والله حتى اهلي وزمالك عنده اتنين وكلاء، عنتر وحبيب. انا حبيبي صاحبه مش وكيله، قال لي ليش دعوه بيه غير ان احنا فعلا فاميلي. انا وهو زي ما انت سمعت كده بيتكلم اخوه مش اكتر من كده، لان احنا حاربنا سوا، فيعني هو فاهم. المهم نزل المطار، انا عراقي كلمني تقريبا ساعه واحده، قلت له بص هو لازم الطياره كمان شويه وربنا حاول. فهو قال لي انا هروح البيت واعمله على طول. فعراقي بيقول لي ليه مش التليفون؟ فقلت له هي في نقطه، هو لو دخل انا هفهم اترجم ولا انت هتفهم ترجم ولا انا يعني فاحنا نترجم على مهلنا احسن. هو بيتكلم فرنساوي، الانجليزي صعب شويه بس انا فاهمه لان خلاص بالعشره يعني، واخد بالك؟ فقال لي طب انا هعمل فيديو لطيف قوي واتكلم فيه من قلبي. قلت له قول اللي انت عايزه. وزي ما طلع زي ما انت يعني، هو اتكلم على الصين واتكلم على السان داونز واتكلم على ان ما كانش اختياره. على فكره ايفونا دايما بيقول لي اسوأ حاجه حصلت في حياتي ان انا رحت الصين. اسوأ حاجه مع ان الفلوس كانت كتيره. قال لي خدت فلوس وبنيت حاجه وبنى اوتيل في جابون وعمل كل حاجه، ودي درس الناس كتيره جدا. قال لي الموف ده كان هيلعب قدام مصر اهو. مش عارف، ما سالتوش، ما اعرفش، ما فعلا ما عرفنا الجابون مع مصر في تصفيات كاس العالم. بس توقع الشخصي لو هو واقف على رجليه. خلي بالك الفتره اللي فاتت ما كانش واقف على رجليه يعني، حتى الناس لما كانت بتتكلم ان هو يجي الاهلي، يا جماعه اللي يجي الاهلي شوف انا بحب ايفونا ازاي، لازم يكون جاهز، وايفونا ما كانش جاهز الفتره الاخيره. فاهمني؟ ده غير ان يعني مش لازم يعني نبص للماضي، بص للمستقبل. ده غير ان كل مدير تعاقدات وكل لجنه كوره بقى لها فيجن مختلفه للسترايكر او الصفقات اللي بتيجي، مش لازم نقول نفس الاسماء نفس. ادوا الناس فرصه تجيب لعيبه ونشوف ناس ثانيه يعني. بس طيب اتمنى اكون عجبتك. بس لا طبعا طبعا ده انا مش عايز اقول لك يعني انا بسطت بيه قد ايه انا بحبه يعني. انا فاكر ليه موقف طبعا بعد ماتش اهلي الزمالك لما طلع قال لك انا الاسد اهو. الاسد اهو، هو دمه خفيف جدا جدا، فعشان كده بقول لك انا بسطت لما شفته. هو يعني اللي على قلبه على لسانه زي ما بيقول، فهو من الناس النقيه جدا، من الناس اللي جت في وقت قليل والجمهور كله حبه يعني. وانا بقول لك ان هو احتمال يزورني. لا لو يزور، لما يزور ان شاء الله هيجي لك هنا.
ده لازم ان شاء الله ولا مش هيخرج من مصر. لا لا لا, لا, لا. انا عليا ما يجيبني من البيت مش هينفع. طيب انت اللي دخلك يا هيثم النادي الاهلي كان